بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نستكمل محاضرتنا في موضوع التدفئة المركزية. حكينا في المحاضرة السابقة عن أنواع التدفئة المركزية ونظام الخط الواحد، وحكينا في بداية نظام الخطين في آخر المحاضرة. الآن نستكمل محاضرتنا في موضوع طريقة توزيع بواسطة الخطين من أعلى ومن أسفل. الطريقة الهان تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق استعمالا، وذلك للأسباب التالية: إنه فعليا إحنا نيجي ناخذ الماء الساخن ويتم توزيعه للمشعات من أعلى إلى أسفل. سهولة توزيع المشعات الحرارية وتمديدها بيكون أمر بسيط علينا وسهل في إننا نوزع المشعات هذه وانا امددها. امكانيه التشغيل الجزء الى الشبكه وفصل اجزاء اخرى، ان انت فعلا مجرد ما سكرت شبرها فانت سكرت جزء من الشبكه وهكذا. سهوله تهويه الخطوط الصاعده الى الشبكه، وامكانيه تشغيل الشبكه من دون مضخه، لانه بينزل ايش؟ باي جرافيتي، احنا حكينا من اعلى الى اسفل، فبينزل بنظام الجاذبيه، فهذا بيسهل علينا بشكل كبير في موضوع ان نوفر من الطاقه. طريقه التوزيع الثانيه هي طريقه التوزيع بواسطه الخطين المزود من اعلى والمراجع من اسفل. تستعمل هذه الطريقه في حال تعذر التزويد، في حال ان يتعذر اني اتزود من اسفل، وفيها يتم تهويه النظام عن طريق خط صاعد رئيس ووصله مباشره بخزان التمدد، كما تضمن تهويه نهايه الخطوط الافقيه. شو يعني الكلام هذا؟ يعني انا فعليا في هذه الطريقه انه اكون المزود من اعلى والمراجع من اسفل، اني ازود الميه من اعلى والمراجع بيكون من اسفل، والراجع بيكون من اسفل، يعني بالشكل هذا اللي هو الراجع بيجي من اسفل، والتزويد بيكون من وين؟ من اعلى. في هذه الطريقه بيكون هذه الخطوط الافقيه، بيصير انه الخط الصاعد الرئيس وصله مباشره من خزان التمدد، وبضمن هيك انا عملت تهويه للخطوط الافقيه بشكل بسيط. وهان بنوضح اللي هو الطريقة اللي حكينا فيها. الطريقة الثالثة إن أنا أجي أعمل توزيع بواسطة خطين وراجع مباشر. شو يعني طريق بواسطة خطين وراجع مباشر؟ بتتلخص هذه الطريقة في إرجاع المياه إلى المراجل مباشرة من أول الشبكة بعد المشع الأول. يعني في عندي هنا بيصير عندي خطوط راجعة كلها بترجع على خط راجع واحد، وبنبدأ نغذي الخطوط بالشكل اللي أمامنا هذا. نبدأ من البداية هان في الطريقة هذه. هذه الطريقة حكينا إنه هي طريقة بتعمل على إرجاع المياه إلى المرجل مباشرة من أول الشبكة، يعني من أول الشبكة بيرجع على المراجل، من أول الشبكة بيرجع المراجل، ثم اللي بعده ثم اللي بعده، ليتم تسخينها مرة أخرى داخل المراجل. وتستمر هذه العملية بحيث تشمل المشعات جميعها وصولا إلى نهاية الشبكة. طريقة التوزيع بواسطة خطين وراجع غير مباشر، يعني بيكون في عندي أنا هان نظام تغذية بالشكل اللي أمامنا، بضل خط مكمل اللي هو نظام التغذية الخط الماء الساخن، وبيكون في عندي الرواجع بالشكل اللي أمامنا. هنا بيكون ترجع مياه التدفئة في هذه الطريقة بدءا باخر مشع حراري، يعني وين اخر مشع حراري؟ تبدا نظام الترجيع من اخر مشع حراري، بحيث تجمع الخطوط الراجعه ويسحب خط من بعد اخر مشع، ثم تعاد المياه الى المراجع، زي ما انتم ملاحظين هان انه هذا الخط بياخذ بيسخن وبعدين بيرجع وبعدين بيرجع وبعدين بيرجع، هان اخر خط هو اللي بيدي بيعود بيعيد المياه للمراجع. هان نفس الشيء بنوضح نظام الخطين في بداية الفصل حكينا فيه اللي هو بداية عنوان النظام الخطين، وضحناها انه هان بيكون في عندي مضخة بتعمل على ضخ الماء الساخن في خطين، الخط الأول والخط الثاني. طيب برجو منكم أيضا انكم تراجعوا التقويم هذا وتحلوه جميعه. الآن ننتقل للعنوان اللي بعده اللي هو نظام التدفئة بالماء الساخن، اللي هو نظام الخزانة أو التدكيك.
يعد هذا النظام أحد أكثر أنظمة التدفئة بالماء الساخن شيوعاً نظراً لسهولة عمله وتشغيله وأيضاً صيانته. والشكل هيو موضح اللي هو نظام التدفئة اللي هو نظام الخزانة أو التدكيك. هذا في عندي بيكون كوليكتورز اللي هو لخطوط الماء الساخنة، وكوليكتورز لخطوط المياه الباردة كما هو موضح بالشكل اللي هو أمامنا شكل 1.9. طيب مبدأ عمله، بيستخدم في نظام التدفئة المركزية هذه الأنابيب اللي هي المرنة الحرارية، وبتتضمن مراحله الأولى تأسيس مجمع أو خزانة لتجميع الخطوط المزودة والراجعة. يعني أنا فعليا خط مزود وخطوط راجعة، ببدأ إيش بعملها عملية التصميم على أساس أعرف كل خطوة رايح على أي غرفة وكيف طريقة توزيعه. تركب هذه الخزانة في مكان متوسط بحيث إنه ما مدش خطوط كثيرة داخل المنزل أو داخل المكان اللي بدي أعمله تدفئة، فبحطه في مكان يكون مكان متوسط يسمح لتجميع خطوط شبكة التدفئة والمزودة والراجعة وتوزيعها، وهي خطوط تزود المشعات الحرارية بالمياه الساخنة. بيعمل هذا النظام بطريقة الخطين، يعني في عندي مزود يعني خطوط السبلاي وخطوط الريتيرن أو خطوط الرواجع، يكون في عندي نظام الخطين لكل مشع وحده، يعني كل مشع بيكون في عنده نظام سبلاي ونظام ريتيرن، وطريقة الخط الواحد للمرجل بحيث يسحب خط مزود من المرجل إلى الخزانة ثم يركب في مجمع الخط المزود ثم يسحب خط راجع من مجمع الراجع إلى المرجل. شو يعني؟ يعني طريقة سحب خط مزود من المرجل إلى الخزانة، بتيجي تاخذ أنت فعلياً خط من خط الماء الساخن اللي أنت فعلياً بدك تاخده وتيجي توزعه على نظام التدفئة اللي عندك، فبتاخذ الخط هذا وبتيجي تشبكه عندك في الخزانة. بعدك بتركب في مجمع الخط المزود، بتركبه بتجمعه مع الخط اللي بدك تبدأ تسحب منه المية، وبعد هيك بسحب خط راجع من المجمع الراجع إلى المرجل، وتسمى مثل هذه الخطوط اللي هي بالخطوط الرئيسية. طب شو هي المكونات النظام الأساسية اللي هي الشبكة لشبكة لا مبدأ اللي هو عمل الخزانة أو التدكيك؟ إحنا فعليا بيكون في عندي في المكونات الخطوط المزودة والراجعة، هي خطوط بتكون مصنوعة من اللدائن الحرارية، يعني بتكون فيها فليكسبيليتي تصل بين المرجل يعني المكان الساخن والمجمع المزود. يعني أنا فعليا بدخل، لقيت أنت عندك بكون خزانة فيها الكوليكتورز تبعك، انت بتكون ماخذ خط من المرجل يعني خط السبلاي يعني خط الماء الساخن، تاخده من هناك وبتوديه وين؟ على المجمع، عشان هذا المجمع يبدأ في عملية التزويد للماء الساخن للمشعات وما غيره. وبين المجمع تبعك الكوليكتورز الخزانة اللي انت حكيت فيها عيون، هذا المجمع منه للمشعات الحرارية بيكون في عندك خطوط رايحة، وقد تكون معدنية، قد تكون هذه الخطوط خطوط معدنية. الخزانة المعدنية هي خزانة بتكون مصنوعة من الصاج المجلفن أو المطلب دهان معدني زي الهامر فينيش وأمثاله، بحيث أنه تتحمل أكبر قدر ممكن، وبتستخدم لتركيب المجمعات داخلها. يعني الخزانة وظيفتها بس أركب جواتها الكوليكتورز اللي انت شفته. المجمعات تصنع المجمعات من النحاس، وبتوقع انكم شفتوها قبل هيك، هي عباره عن كانوا يسموها في البلد عندنا لما تيجي تشتريها بسموها العيون، كم عين يعني 4 عيون 5 عيون تيجي زي هيك، بتصنع من النحاس. في عندنا في البلد منها، في منها صيني في منها ايطالي، وهي تضم فتحات متعدده تركب عليها محابس الخطوط والهوايات التلقائيه، تلقائيه العمل، هوايات تلقائيه العمل يعني بتعمل تنفيس للهواء اللي بيكون داخل الخطوط عشان ما يعملش على تجميع الهواء داخل الخط. خطوط العزل الحراري هي خطوط او برابيش مرنه بتعمل على عزل الانابيب اللدائنه لحمايتها من التلف. هذه خطوط عزل حراري بس عشان ما تتلفش الانابيب هذه، بحيث انه ما يشكش حاجه او ما يبعطاش شيء، ومن جميع المؤثرات الضاره بها، كما تساعد على صيانه الخطوط اللي بتتعرض للتلف. انه احنا فعليا بتعرف البربيش بنسميه شربول عندنا بلغه
لغة السوق، أو بنسميه البربيش الزنبرك اللي هو بتيجي جواته بربيش البوليإيثيلين، اللي أنت فعلياً لو سمح الله صار مشكلة في البربيش هذا بتسحبه بكل بساطة وبتحط بربيش مكانه، لأنه البربيش الزنبرك أو الشربول بيكون موجود تحت البلاط أو ما شابه. طيب هذه نقطة. وظيفة أيضاً خطوط العوازل الحرارية، إنه إحنا فعلياً ما بجيش أنا الخطوط اللدائن هذه اللي إحنا عندنا كنا هذه البوليإيثيلين، إنه ما خلال التبليط خلال التشطيب ما يجيش تنبعث هذه الخطوط فأعمل ضرر في السيستم. مزايا نظام الخطين اللي هو التدكيك له مميزات عديدة، خلينا نحكي أولها إنه سهل في التركيب مقارنة مع أنظمة أخرى، إنه أنت فعليا بتمد خطين بكل بساطة وبضلك طالع. سهولة الصيانة واكتشاف الأعطال، لأنه الخطين ممكن أنت تفصل خط تعرف من الخط الثاني شو هو المشكلة. عدم تأثير عمل الخطوط في حال تعطل أحدها، يعني إذا تعطل خط من الخطين بتضل نص الشبكة شغالة، وبالحالة هذه بكونش أنا عطلت كل الشبكة. انخفاض تكلفة إنشائية والتشغيلية، إنه ما تكونش تكلفته عالية لحظة ما أنت تيجي تصممه وتركبه. عزله عزلا حراريا، عدم حاجته إلى قطع الوصل اللي هي بنسميها المفف والكواع والكذا كما هو الحال في الشبكات المعدنية، فبيكون بيسهل عليك من ناحية تكلفة ومن ناحية دلوقتي. لكن من أهم عيوبه إنه بيعمل على هدر الماء الساخن حتى يصل نقطة السحب، يعني انت فعليا بتروح ميه كتير من الميه السخنه عشان يصل لحظه المشع عشان يبدا يدفي المكان، فبياخذ ماء ايش بيستهلك ميه كتير لانه فيش راجع من نقطه الاستهلاك. رقم 4، العنوان الرابع في الفصل اللي احنا فيه هو القطع الخاصه بنظام التدفئه ذي الخطين التدكيك. احنا فعليا في قطع خاصه او اضافات بتكون في النظام هذا، زي ايش؟ زي المجمعات او الموزعات اللي هي الكوليكتورز. هذه الصوره بتوضح احد انواع المجمعات للخطين، علما انه بيكون عند اللون الاحمر واللون الازرق. اللون الاحمر بيكون للماء الساخن، واللون الازرق اللي هو للرواجع اللي هي المياه البارده اللي بتكون بدنا نبدأ في عملية تسخينها. هنا زي ما احنا شايفين اللي هي القطعتين هدول، القطعة هذه بنسميها السكس بلف أو الريليف، أو فعليا بيعمل على تنفيس الهواء من النظام. تمام. الأنابيب الحرارية اللي هي بنسميها البيكس اللي هي بوليإيثيلين، ولكن الإكس إنه فعليا تكون بتتحمل درجة حرارة عالية بتصل لا درجة الحرارة اللي انت بتعمل عملية التسخين عندها، تتراوح أقطارها بين 20 و25 و32 و40 و50 و62 ملي، وهي تصنع على شكل لفات بالشكل هذا عن طريق الوايندرز. بيصل طول لفة الوحدة حوالي 50 متر، تتوفر بألوان عديدة حسب المصنع الخاص فيها. قطع الوصل الخاصة اللي هي بنسميها الروسيات أو المفف، تستخدم هذه القطع عشان نربط بداية الخطوط بنهايتها. يعني في عندي خط بدي اشبكه في الكوليكتورز، كيف بدي اشبك الخط هذا البيكس في الكوليكتورز؟ بجيب الروسية هذه بشبك البربيش اللي هو بنسميه جولاني أو بيكس في هان، وبشبك هنا في الكوليكتورز. تمام. أنابيب التدكيك هذا اللي توه حكينا عليه اللي هو الشربول أو الزنبرك، وهذا بيعمل على حماية بربيش البيكس أو بربيش الجولاني أو البربيش البوليإيثيلين من أي خدوش ممكن تصير. هي أنابيب مرنة توضع فيها أنابيب الشبكة للمحافظة عليها وحمايتها من جميع المؤثرات الضارة بها، وشرحناها من قبل دقائق عديدة، أرجو أنكم تكونوا فهمتوها. المحابس والصمامات اللي هي البالبز بشكلها العام، هي تصنع من النحاس أو من النحاس والخرصين على أساس، أو من النحاس والخرصين أو من الكروم، وبتتركب في بداية الخطوط المزودة والراجعة اللي هي بتكون بالشكل هذا. بتوقع كلنا بنعرف شو هذه المحابس واستخدمناها قبل هيك، هذه عدة أنواع منها. بالنسبة للتقويم طلعوا عليه وحاولوا حلوه كله من المحاضرة اللي شرحناها، المحاضرة هذه وفي منه من المحاضرة اللي فاتت. برجو منكم انكم تطلعوا عليه بشكل كامل. وراكم ان شاء الله المحاضرة الجاية. يعطيكم العافية.